سيدة لينا عمر نعمة موجودة معنا اليوم بآي ويتنس لنحكي أكثر عن سيدة مي عمر يلي يعني عم نسترجع أحاديثها نحن ببرنامجنا كل يوم الساعة 12 بفترة الصوم المبارك، لكن اليوم رح نحكي عنها أكثر وعن السيدة لينا عمر نعمة كمان يلي بتصور متأثرة كثير بوالدتها والقدام كمان. أهلا وسهلا فيك سيدة لينا عمر نعمة. أهلا فيك. حضرتك أستاذة جامعية ومؤرخة كمان، نحن بنعرف إنه سيدة مي المر مؤرخة كاتبة شاعرة وحتى عندها نشاطات سياسية يعني داخلة بالميدان العام كليا، لأنه احنا أوقات يمكن منفصل يعني اختصاصاتنا أو منفصل ثقافتنا عن الميدان العام والحياة اليومية، وهيدا طبعا ضروري أنه يكون مندمجين هالميدانين. حضرتك كمان مؤرخة وأستاذة جامعية، مشيتي بنفس الخطى لوالدتك؟ مشيت بنفس الخطة تبع والدتي وتبع كل العائلة، بيي كمان، جدي كمان، جدي بيي حكموا عليه الأتراك بالإعدام وحكموا عليه النازية بالحرب العالمية الثانية، يعني حكم مرتين بالإعدام ونفي بشارة الخوري، هيدي ما صارت مع حدا انه ينحكم مرتين بالإعدام وينفى. يعني دائما في تأثير على الشخص من الباك جراوند تبعه او من تاريخ العائلة بنظرك؟ اول شيء ما بيقدر الواحد يظهر من هالشيء، بلا بيظهر بس ما بيقدر ينكره. نعم. بيقدر ينكر انه موجود هالتاريخ، يعني يا بيقبله يا بيرفضه. نعم. في اشياء بيقبلها في اشياء بيرفضها، مثل امي في اشياء قبلتها في اشياء رفضتها، وانا كمان. حتى انت بتكوني عامله اشياء او قايله اشياء بعد مده يمكن ترفضيها. صحيح. اليوم بدنا نحكي عن مي المر المؤرخه الشاعره الناشطه السياسيه، بس كمان الام والانسانه وتاثيرها على العائله اجمالا، خاصه هون لا بعيد الام، يعني الام شغله كثير مهمه. مش بس عيد الام. نعم. بعد يوم او يومين بكون عيد وفاه امي. نعم. ودائما خساره الام شغله كثير كبيره، خاصه اذا كان عندها التاثير كمان الكبير، واذا كان فيها دائما عندها تاثير علينا، بس اذا كان عندها تاثير كمان على المجتمع حولنا بتكون الشغله بعد اكبر. هلا كان صراحه فراق امي اصعب كان من فراق بيي، مع انه كنت كثير متعلقه ببيي، يمكن لانه اثنيناتهم راحوا، بس وقتها يعني وقتها مات بيي ما بعرف، يمكن وجود امي كان بعد صحيح بعدلها شوي، بس وقت راحت امي بيت كل نهار نهارين بكي. مع انه امي تعذبت كثير، كنت مرتاحه، مش مرتاحه، كنت يعني عم صلي وخي عم بيصلي، كلنا عم نصلي يا الله اشفيها او ريحها كثره الالم اللي كانت عم تتالمه، ريحه. ولكن تأثير عليكم، تأثير حياتها مش تأثير وفاتها عليكم، شو هو؟ تأثير صراحة أمي في كذا شغلة عطتني إياها أنا وصغيرة بعدني لهلا بستفيد منها. خليني أخبر، لأنه أعطيت مقابلة مش من زمان. تفضلي. حكيت عن قسم، في قسم ما حكيت عنه. تفضلي. في اشي طريفة من أنا وصغيرة، إنه مثلا كنت تلحقني لحتى ألفظ مزبوط، ما كنت أعرف ألفظ القاف، وده لحقتني كرمال اللغة العربية، لجبرتني ألفظ القاف. ما كنت أكتب حلو، تقلي يا لينا خدتك تخربش الدجاج، ضل لحقتني. هلا بفكر يعني كنت أتضايق وقتها، بس هلا بفكر إنه لا، مضت كتير وقت مشان تعطيني هالأساس. وبعدين لحقتني لكثير اشياء ما كنت انا بدي اياها، مثلا عم بقول لك اللغه العربيه مثلا. نعم. هلا صرت بكتب بالعربي، بس لو ما منها في شيء بحب اقوله ما تاثرت فيها من ما تاثرت منها في. نعم. تاثرت من بيي، بس بعدين شفته عندها بحب اقوله، لانه هيدي اغلى احلى شغله فيها، انه الناس اللي اذيوها كانت تبادلهم بالخير. مرة صارت قدامي شغلة، إنه مرة من العائلة عم بيحكوا هي وأمي عن مرة تانية، وأنا أتذكر هذيك المرة
دائما تحكي على الماما والماما دائما تستقبلها، قلت انه لا يعني. هناك يوم صارت بعد يعني عم يحكوا مع مره ثالثه، عملت هيك ما عملت هيك، وعم تشرع على الماما ليه عملت هيك. بالاخر قلت لها لانه قال الله قال حبوا اعدائكم هيك. نعم تكور وخلصنا ونحن مقتنعين بهالشيء فبنعمله وخلص. هالقد يعني واضحه، اسود اسود ابيض ابيض. بس حلو اليوم سيده لينا المرنعمي استاذه جامعيه، عندك مؤلفات عديده تاريخيه بحب بالنسبه هلا اثرت في امي بكم شغله، هي اللي كانت اساس كوني عم بعلم اشي عن لبنان، وكوني عملت كتاب بعلبك الفينيقيه او بعلبك مونيمون فينيسيان، وحتى بيروت انحكت هيدا كتبته ببيتها. وكل الوقت فكر فيها يا ريت هون لتساعدني، لانه هودا اشي هي مرقت عليهم قبلي بس ما كانوا يهموني. انا غير المواضيع اللي يعني اذا بدك وقت اكون على موضوع ما بقعد اطلع على غير شيء، برص عليه بصير اقرا كل شيء، واكيد ما بقعد معي وقت لغير شيء. بس هلا انا شغلي بعده مواضيع وبالنهايه راسه على عده مواضيع، بس بوقتها ما كان يهمني، ما كانوا يهموني هالمواضيع. بس وقتها بلشت اعلم قلت لي يا ماما هلا ما تنسي تقولي تعلميهم عن الفن الفينيقي. قلت لي شو في فن فينيقي؟ شو عم خبرك انا من 21 22 سنه. قلت لي ايه، وراحت جابت لي صوره مرسم عين بشمال سوريا. قلت لي هيدا الرومو؟ قلت لها ايه هيدا الرومو. قال هيدا مئات السنين قبل الرومو. ايه هيدا هيدا بمنطقتنا يعني لبنان سوريا المنطقه يعني. وفرجتني واعطتني كتب وهيك، ومن وراها بالنهايه هيدا كانت الباز تبع الريشيرش تبعي. هلا هي هن مثلا قالوا لي انه بعلبك فينيقيه، وصلت على الصف قلت لهم بعلبك فينيقيه، قالوا لي ايه بلشوا يضحكوا. لا ما بلشوا يضحكوا، طب كيف فينيقيه؟ قلت لهم ما انتم اللي لابسين بلو جينز، طب بعلبك تابع الموضه تبع وقتها، انه ستيل كورنتين كان على الموضه وقتها، وانتم لابسين بلو جينز على الموضه، وكنا بالقلبه والقلبه شكل امريكاني على الموضه، بس منه هيدا كله منه لبناني، منه امريكاني، هيدا لبناني. بتقلي بيروحوا على بيتهم بيرجعوا بيقولوا لي ماما مدام عم يضحكوا علينا، اعطينا شيء يعني سيريو اكثر. رحت على البيت قلت لهم لامي وبيي، قلت لهم طيب ليه بتقولوا انتم انه بعلبك فينيقيه؟ قال لانه هيك 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 هيك. قعدوا يقولوا لي اشياء قال لهم اياها مرة من بعلبك كليان. قلت لامي انه وقت خلصوا الزياره، وقت خلص يزورهم بعلبك لامي وبيي وسعيد عقل، يعني الفريد مر وميمر وسعيد عقل، قلت له امي شو في روماني ببعلبك مسيو كليان؟ بقولوا لنا رومانيه. نعم. بقول لها الارمه الخارجيه مدام. بس. بقى هيدا شيء اذا بدك تحكي عن شغلي يعني. نعم. هيدا شيء اثروا كثير علي اهلي فيه، من الناحيه الروحيه خبرتك. نعم. هيدا ما اثرت علي امي لانه ما كنت شوفه. نعم. بس كنت شوفه عند بيي. نعم. بس اكيد يعني بالنهايه التاثير من الناحيه الروحيه التاثير بيصير كمان بشكل ما بينشاف، بيتاثر ولا بدون ما هو يعرف. عم تخبرينا قصص صغيره، يعني قصص صغيره بعدها مأثرة فيكي لليوم، هذا اللي كنت بدي اقوله. استاذه جامعيه مؤرخه وعم تعملي كتب، واكيد تاثرتي بكل الثقافه يلي عاتوا فيها الاهل، ولكن في تفاصيل صغيره بتضل عند الشخص قد ما كبر بالعمر، قد ما تقدم بالمهنه، بتضل هالتاثير هالملاحقه للام او للبي للولد، هي بالنهايه الاساس. قصه بعلبها كثير مهمه، لانه طلعت نظريه طويله عريضه. هلا انا مفتكره انه كل الناس بيعرفوا، لانه هيك قالوا لي بالبيت، قالوا لي بعلبك فينيقيه. وبتوثقي شو بيقولوا بالبيت؟ ليش ما بدي اوثق؟ اكيد انه اهلي بيغلطوا بس ما بيكذبوا. نعم. هيدي شغله مهمه، الفرق بين الغلط والكذب. شغله مهمه. وانا كمان بغلط وما بكذب. نعم. بقدر اغلط، بجرب ما اغلط. في وقت قصه بعلبك عملت انا بحث كثير 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 عميق بواسطه اهلي، يعني عملوا لي البيلوتاج، قالوا لي مثلا الشحوته هيك هيك هيك. رحت انا اتحقق، لانه اذا بدي حتى بكتاب
انا كنت صدق اهلي، بس اذا بدي انا اعطي اخضع عادقي واجباتي انه كون تاكدت. نعم. فرحت تاكدت صحه عفوا، رحت تاكدت وشفت انه انه البراهين يعني اكثر بكثير بكثير من ما بيقدر الواحد يتصور. واول كتاب كتبته بعنف ومعصبه، ليه هالقد في براهين عم بكذبوا علينا؟ ليه عم بكذبوا علينا؟ وشو هالكذبه الكبيره؟ مش انه انا ما فرقني معي بعلبك فينيه رومانيه، شو فرقني معي؟ انا بهمني الفن، ايه العالم كله انا بدافع عن ليوناردو دافنشي. بتيجي مره تلميذه بالصف بتقول لي ايه انت متحيزه لليوناردو ليوناردو فانسي، بخبرها للماما قالت لي شو ابن عمك؟ لا انا بتحيز لشيء حلو لشيء منيح. ليه بدي اتحيز؟ ما فرقني معي انا اذا بعلبك رومانيه او فينيقيه، بس مثقبه انها فينيقيه. عم ثبت الحقيقه. الاديبه والشاعره مي المر كمان كان عندها نشاطات سياسيه، ما فصلت السياسه عن الثقافه. ايه مي المر كان عندها نشاطات سياسيه كثير مهمه وخلت كثير ناس يحبوها وفي ناس صاروا يكرهوها كمان. صراحه في ناس اليوم ما بيحكوا معي كرمالها، وانا بقول لهم تصطفلوا انتم خسرانين. ما بيحكوا معي كرمالها، أنا بعرف إنه أمي كل شيء عملته بضمير بفكر إنه عم تعمل شيء منيح. مثل ما قلت لك مش دائما الواحد معه حق بكل شيء، أنا مرات بغلط. بس ما بيقدر يعني إذا بتقابلي أمي بغير ناس عملوا أشياء عن مصلحة. أمي كان عندها فكر إنه تخدم لبنان، إنه تخدم الله، هيدي كانت فكرتها. بس في كتير اشياء كتير منيحه عملتها. مره قال لي الجنرال عون، اللي قلت له انا مره لامك حلمتي بلد وصار. كانت امي يعني افكار ولبنان وبدنا وحتى يعني في ناس وقت كنت صغيره اسمعهم يضحكوا علي، يعني مش بعيد، ناس مش بعيد. وبالنهاية هلا بشوف انه هي اللي صارت مشهورة وهي اللي أثرت كثير. أمي بتنحب. صحيح. ونحن على كل حال يوميا عم نسترجع مع بفقرة المسيح ولبنان أفكار كثير حلوة وعميقة وإثباتات وبراهين بتدل على قدسية هالأرض. أهلا وسهلا فيك. بس شغلة ما يبين انه أمي مثل ما عم بقول انه إذا بدك تشوفي شو قالت وشو عملت بدك دائما تشوفي الإطار تبع وقتها. طبعا وقت عم نحكي سياسي مثل كل شيء. نعم. إيه بدك تشوفي إطار وقتها، لأنه هي مثل كل أصلا هي كانت اللي كانت تقوله كانت الأكثرية تقوله وقتها. نعم. ما بعرف ليش اليوم كل شيء تغير، ما بعرف. أهم شيء نكون يعني عم نحكي أو عم نفعل بهدف محبة الوطن ومحبة مجتمعنا. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك مشاهدينا، وقفي هلا ومنرجع منتابع احنا وياكم اللايف.